العملية الرابعة صفحة 32 في خمسة واحد قامت المؤسسة بسحب مبلغ من البنك مقداره 120 ألف ريال تم وضعه بصندوق المؤسسة والمطلوب تحليل هذه العملية إلى طرفيها المدين والدائن ثم إجراء قيد اليومي نلاحظ أن العملية أثرت على بندين هما البنك والصندوق، نلاحظ أولاً بالنسبة للبنك أنه أصل، وهذا الأصل حدث به نقص حيث أنه تم سحب مبلغ منه، فطبيعة الأصل أنه مدين، وعند نقصه أو تخفيضه نعكسه ونجعله دائن، إذن يصبح الدائن في هذه العملية هو البنك. من ناحية أخرى نلاحظ أن الصندوق حدث به زيادة، وهو أيضًا أصل، أصل حدثت به زيادة، وطبيعة الأصل أنه مدين، ولزيادة الأصل فإنه يجعل بنفس طبيعته فيجعل أيضًا مدين؛ إذن الطرف المدين في هذه العملية هو الصندوق، والطرف الدائم في هذه العملية هو البنك. نوضح ذلك مره اخرى فنقول انه حدث زياده في الصندوق والصندوق اصل وعند زيادته يكون مدينا اذا الطرف المدين في هذه العمليه هو حساب الصندوق من ناحيه اخرى نلاحظ ان هذه الزياده التي حدثت في الصندوق هي عباره عن نقص في البنك والبنك اصل ولتخفيضه يجعل دائن اذا الطرف الدائن في هذه العمليه هو حساب البنك لإثبات هذه العملية في دفتر اليومية نقوم بتسطير دفتر اليومية الذي يتكون من أربع أعمدة الأول والثاني منها للمبلغ المدين والدائن ثم البيان ثم التاريخ نبدأ بكتابة الطرف المدين في السطر الأول وقبل منه كلمة من لما يعني أنه مدين من حساب الصندوق ثم في السطر الذي يوجد به يتم كتابة المبلغ وهو 120 ألف ثم نترك مسافة سنتي ثم نكتب الحساب الدائن ونكتب قبل منه إلى بما يعني أنه دائن إلى حساب البنك ثم نكتب في نفس السطر الذي يوجد به المبلغ في خانة أو في عمود المبلغ الدائن وهي 120 ألف بعد ذلك نقوم بشرح هذه العملية فنقول أنها تمثل عملية سحب مبلغ من البنك وإيداعه بالصندوق ثم نكتب تاريخ العملية ثم نأخذ خط ليساعد على فصل هذه العملية عن العمليات التالية يمثل ذلك قيد يومية يتكون قيد اليومية من طرفين طرف مدين وطرف دائن ومبلغ مدين ومبلغ دائن وتاريخ ثم كذلك شرح للقيد